السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات في الفيديو الثالث على قناة أخبار إيطاليا. اليوم إن شاء الله غنتكلموا على الخطاب اللي عطى كونتي نهار السبت في العشية اللي هو اليوم، وغادي نحاول نناقش يعني الأمور اللي تطرق ليها، وغادي نبداو يعني البداية. كونتي حاول يبين انه قريب للشعب الايطالي وقريب للناس اللي محتاجين، وبغى يبين لهم بالله انهم راه ما نساهمش، واكد ذلك يعني قال نون فوليا مرشار السولين ديادر، يعني ما بغينا نخليو حتى شي واحد ورانا، يعني ما بغيناش نزيدو لقدام، نعاونو الناس اللي خدامه، نعاونو الناس اللي عندها الاعانات، والناس اللي ما عندهم الحق في حتى شي حاجه، يعني الناس اللي ما عندهمش ديسكوباتسيوني، ما عندهمش كاس انتغراسيوني، ما عندهمش الريديتو دي تشيتادينانس، ما عندهمش خدمه، ما بغاش يقول لهم راه غنخليكم اللور، يعني حتى همايا مساعدات جاياهم. وفي الخطاب ديالو قال بانه عطى 4 مليار و300 مليون اورو للبلديات الايطاليه، وفي نفس الوقت ذكرهم انهم عطاهم 400 مليون اورو اللي هي 400 مليار مغربيه، عطاهم ليهم باش يعاونوا الناس اللي همايا ما عندهمش باش يديروا سبيزا، الناس اللي محتاجه فيرامينت، الناس اللي محتاجه يعني باش تقضى، باش تشري الحوايج اللي هما مهمه اسينسيال زعما. وتطرق لهذا الموضوع وقال بالله البلديات ابتداء من يوم الاثنين القادم ان شاء الله خاصهم يبداو يعطيو البونو اللي حنا كنسميوه بالعربيه بالدارجه البون، غيعطيهم واحد البونو باش يمشيو يتقداو، ما غيعطيوش فلوس، ما غيعطيوش نقود، ولكن غيعطيو واحد البونو اللي يقدروا الناس يمشيو يتقداو به. منين غيتقداو به؟ غيتقداو من السوبر مارشي ديال الاكل، يعني الكوب، ليدل، السلونغا، الكوناد، وهادو يعني كاع دوك السوبر مارشيات، البيني ماركت، وكاع السوبر مارشيات. وكونتي في نفس الحين طلب منهم المساعدات هاد السوبر مارشيات، والطلب ديالو كان هو انه الناس اللي غتقدا بهاد البون يديروا لهم سكونتو ديال 5% حتى 10%. ونتمناو يديروا هاد، يعني الناس اللي غتمشي تقضى بهذا البون اللي غي مثلا غيصرف في عوض ما يصرف 100 اورو غيصرف 90 وتبقى تشيط عليه واحد 10 اورو يقدر يدير بها شي حاجه اخرى. كيفاش غادي تصرفوا وقتاش غيتعطاو وكيفاش شحال غيتعطاو، داك الشيء هذا كله امور كونتي ما تطرقش ليها في 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 في, في الخطاب ديالو. والبحث اللي درت انا يعني في الصحف الاقتصاديه الايطاليه والكورييري والسولي 24، يعني واخا ماشي ما لقيتش يعني شي خبر اللي كيدل على انه شحال وكيفاش. هذا الشيء ان شاء الله غيكون في الديكريتو الهجي اللي غيدير، يعني في المرسوم قانون اللي غادي يخرج اليوم ان شاء الله ولا غدا، ما نظنش اليوم، غيكون غدا يعني يوم الاحد في العشيه، غادي يطرقوا لجميع الديتاي كيفاش خاصو ياخذ. ولكن حاجه مهمه شارليها وهي كيفيه يعني غيوصلوا للناس، كيفاش غيوصلوا لهاد الناس اللي فقراء، اللي الناس اللي كيف ما قلت ما كياخذوا لا ريديتو تشتا دينانس، ما عندهم لا كاس انتغراسيوني، ما عندهم ديسكوباتسيوني، ما كيخدموش، كيفاش غيوصلوا لهم؟ غيوصلوا لهم بمساعدة ديال الاسيستنت سوشيال، يعني هذوك المعينات الاجتماعيه، بمساعدة ديال التسوستوري، التسوستوري هو يا الجمعيات الخيريه، يعني غادي يوصلوا ليهم كالناس كتعرف، يعني عندهم ديجا هما لا ليست ديال الناس اللي كيعاونوا الاسيستنت سوشيال، راه عندها واحد الناس اللي كيمشيو عندها وعارفاهم شكون اللي محتاج في البلديه ديالها. هذا الامر كنظن انه سهل على البلديات اللي صغار، الامر غيكون شويه اصعب للاسيستنت سوشيال المدن الكبرى. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، وغادي يعاونوهم حتى الناس المتطوعين، يعني هادو غادي يعرفوا كيفاش، وغيحدوا الناس اللي ضعيفه يعني في الحاله، في الحاله اللي عندنا الاقتصاديه، وغيعطيهم هذا البونو اللي غيقدروا يمشيو يتقداو به ويشريو به الحاجات اللي هي اللي هي اسينسيال، يعني الحاجات اللي هي محتاج ليها بزاف. وما بين الحوايج اللي كان كونتي باش يطمئن بها الايطاليين وسوبراتوت الناس اللي يعني في حاله اقتصاديه ضعيفه، هو قال لهم حنا يعني راه كلنا في واحد القارب وحيد، يعني هذا دلاله على انه راه يعني سيمو توتين ولا سيستا بارك، يعني الا غرقنا راه غنغرقوا كاملين، ولا تنقدنا راه غنتنقدوا كاملين، لهذا يعني ما غنخليو حتى شي واحد يغرق، حيت الا غرق هذاك الشخص غادي نغرقوا كاملين، وهذا دليل زعما انه راه غادي نعاونوا كلشي وما غنخليو حتى شي واحد ورانا، يعني هذا كيكون يعني جمل اللي كتخلي الشعب الايطالي يطمئن، وعندها دلاله كبيره، وبنادم كيديها بزاف في هذا يعني في هذه الميساجات اللي كيصيفط الرئيس ديال الوزراء الايطالي. وما بين الحوايج اللي تطرق ليها كونتي في الخطاب ديالو للشعب الايطالي وهي البونص 600 يورو، وكذلك الكاس انتغراسيوني، وقال بالله راه الدوله حيت هنا في ايطاليا عندهم مشكله في البيروقراطيه، يعني المسار ديال الدوله ثقيل شويه، يعني هذاك المنظمه ديال الدوله يعني النظام ديال الدوله ثقيل باش يدير الدوماندات والسيرهم وداك الشيء، هذا مشكل في ايطاليا كبير، وهم عارفين وهما يو كيحاولوا يعني كل الدور كل حكومه كتجي كتقول بالله غادي نقصوا من البيروقراطيه، ولكن لحد الان حتى شي حكومه ما لقات ليه الحل اللي تحل من المشكل ديال البيروقراطيه. قال حنا باش غادي نقضيو على البيروقراطيه غنحاولوا يعني
نديروا كل المجهود ديالنا باش في 15 في شهر 4 يكونوا صرفوا جميع المستحقات ديال البونص 600 يورو وجميع المستحقات ديال الكاس انتيغراسيوني. البونص 600 يورو الديتاي ديالو ان شاء الله غادي نعرفوه نهار 31 من ليمبس، غادير البلاغ ديالها وغادي يبداو ديروا الدوموندات وغادير البلاغ ديالها وغادي نعرفوا كاع الديتاي كيفاش شكون عنده الحق بالتدقيق، وغادي نشوفوا كاع الحالات حيت بزاف الاخوان كيصيفطوا لي حالات اللي هي مدققه جدا ما كنعرفش الجواب عليها. ليمبس ان شاء الله غدير البلاغ ديالهم تما غادي نعرفوا كاع التدقيق. حاجه اللي قالها مهمه هو انه كاين الكول سنتر ديال ليمبس للناس اللي عندها مشاكل في الـ في الـ في, الـ في السبيد وعندها مشاكل في البين وداك الشيء غادي يعيطوا ليمبس على الارقام التاليه غنحاول نكتبهم لكم في الفيديو، وهذوك الارقام اللي غتصلوا بهم نهار 31 اللي غتبدا الدوموندات غادي يحاولوا يديروا لكم كل شيء اونلاين، يعني كل شيء عبر الانترنت. حاجه مهمه اخرى هو اشار الى ان هذه العمليه غادي تعاون فيها حتى الباتروناتو. الحاجه الاخيره اللي تطرق لها هو الكريتيريا، يعني كيفاش الكريتيريا يعني شنو هما هي الحوايج اللي غياخذوا بعين الاعتبار باش يعطيو هذا البونص. صراحه ما قالهمش ولكن قال كاين شي كريتيريا غادي نشوفوهم كيفاش النهار اللي غيخرج الديكريتو ان شاء الله. هذا كاين غير فيديو باش نجددكم على داك الشيء اللي قال ونشرح لكم اش قال بالديتاي. حاجه اخيره وهي اللي كنطلب منكم هو انكم تنشروا هذا الفيديو، حس يعني كندير عليه واحد المجهود وكاينين بزاف القنوات اللي كتنشر اخبار زائفه، حنا كنديروا مجهود باش نجيب لكم الخبر الصحيح. كنتمنى انكم تنشروا هذا الفيديو لا في جروبات ديال الواتساب لا الاصدقاء ديالكم في الواتساب لا الجروبات في الفيسبوك الاصدقاء في الفيسبوك، والناس اللي شافت هذا الفيديو تقيد في هذه القناه وركعوا له هنايا الباستو يسكريب هي تي في راه غيطلع لكم دابا هنا وركعوا عليه باش تبقاو توصلوا بالجديد. هذه القناه ان شاء الله راه غيكون فيها الجديد ديال القوانين الجديد ديال ايطاليا والجاليه المغربيه بالايطالي ان شاء الله. يلا مع السلامه والى اللقاء الاخوان.